كما افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط فعاليات منتدى المهندسة البحرينية، وسط حضور عدد من المهندسات القياديات في المؤسسات والهيئات الحكومية والشركات النفطية والصناعية ذات العلاقة، وذلك بهدف تسليط الضوء على المسيرة التنموية التي تشهدها سيرة المهندسة البحرينية المتميزة من تطور ونماء وازدهار، وعلى ما حققته من إنجازات نوعية كبيرة ساهمت بشكل مباشر في النهضة التنموية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات. لطالما تبوأت المرأة البحرينية مراكز عليا في مجالات عديدة، وحققت إنجازات كبيرة تضاف إلى رصيد المنجزات. لنقف اليوم وقفة فخر واعتزاز نخص بها المهندسة البحرينية العاملة سواء في القطاع الحكومي أم القطاع الخاص، وهذا ما دعا إلى انعقاد منتدى المهندسة البحرينية واضعا استراتيجيات دافعة لتمكين المرأة البحرينية وتقدمها في مجال العمل الهندسي، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه المهندسة البحرينية في تحقيق تطلعاتها في القطاعات التنموية المختلفة. المؤتمر يعنى بالمهندسة البحرينية، ويأتي هذا ضمن توجيه صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم رئيسة مجلس الأعلى للمرأة بالاحتفاء بالمهندسة البحرينية واختيار يوم المرأة البحرينية لهذا الغرض. فيجتمعون اليوم المهندسات لدينا في قطاع النفط للحديث عن المعوقات والفرص التي يعني تشجع النساء في دخول هذا القطاع، وتشجيع الطالبات كذلك لدخول مجال الهندسة وتبوأ المناصب القيادية في المستقبل. وهذا موضوع مهم جدا. طبعا تكلمنا عن الإحصائيات، ومن أهمها أن المؤسسات اللي تكثر فيها نسب المهندسات بالذات تكون أكثر نجاح وأكثر ربحية. آمال وتطلعات وضعتها المهندسة البحرينية في هذا الملتقى، وكان فعلا بمستوى الطموح. عبرنا عن حبهن لخدمة الوطن وسعيهن في تقديم أفضل ما لديهن، وهذا التكريم اعتبرته المهندسة البحرينية بوابة فتحت أمامها لمزيد من الدعم والثقة بالنفس والشعور بالمسؤولية تجاه مهنتها على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. بداية مو سهل، يعني كبنت مهندسة نحتاج نثبت نفسنا أكثر، نحتاج نحط جهد أكثر، بس ما عانيت أي مشكلة من ناحية كوني امرأة في المجال اللي اشتغلت فيه. فخورين كمهندسات بحرينيات بوجودنا في أول منتدى للمهندسة البحرينية، خاصة أن هذا المنتدى يسلط الضوء على المهندسات البحرينيات المتواجدين في القطاع الصناعي والنفطي. نتناقش التحديات والصعوبات اللي تواجه المرأة البحرينية في دخول المجال الهندسي أولاً، وثانياً لما يدخلوا المجال الهندسي شنو التحديات والصعوبات اللي يواجهونها أثناء عملهم، وإن شاء الله نطلع بتوصيات عن الحلول والتوجهات اللي تكون في مصلحة البلد في مصلحة المهندسات البحرينيات. منتدى المهندسة البحرينية يأتي متزامنا مع إعلان المجلس الأعلى للمرأة بتخصيص يوم المرأة البحرينية لهذا العام للاحتفاء بالمهندسة البحرينية، لما يزخر به القطاع العام والخاص بكفاءات نسوية تساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، ما يدعي إلى ضرورة المضي قدما في تجاوز أي تحديات تتعلق بعمل المهندسات الميدانية. من هذا المكان من منتدى المهندسة البحرينية جاء ليسلط الضوء على مسيرة المهندسة البحرينية وإنجازاتها في مجال النفط والغاز والمجالات الأخرى، ويبرز دورها في مجال التنمية والنهضة التي تشهدها البلاد. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.